قدم لنا أعظم المصممين في العالم بعض الأشياء الأنيقة المدهشة والتي يسهل اعتبارها أمرا مفروغا منه. لكن ليس كل المصممين موهوبين جدا. في الواقع الكثير منهم فظيع تماما، من الابتكارات المرعبة إلى محاولات الاحتيال التي لا تصدق. دعنا نتحقق من أعمال بعض أسوأ مصممي كوكبنا. تأتي بعض خيارات التصميم الأكثر إثارة للغضب في العالم الحديث في شكل تغليف غير ضروري، ولا يصبح الأمر أسوأ من هذا بكثير. من الواضح أنه لم يخبر أحد هذا المصمم أن الموز يأتي معبأ مسبقا بطبقة واقية خاصة به. في غضون ذلك تثير هذه التفاحات المغلفة والمنكمشة أسئلة أكثر مما تعطي إجابات. ربما يكون مستثمر سوبر ماركت بارونات بلاستيك، أو ربما تشعر شركة الفاكهة أن المبيدات الحشرية لم تعد تنفع بعد الآن. ماذا عن هذا التجاوز؟ يا إلهي، فقط لو كانت هناك طريقة ما للحفاظ على ونقل شرائح البرتقال بدون بلاستيك. إذا لم يكن الغلاف البلاستيكي على الفاكهة كافيا لإبعاد مسببات الحساسية، فمن الأفضل أن تفكر مليا قبل شراء دواء مضاد للحساسية. هذه اللوحة الواحدة من كلاريتين يشبه دمية روسية، يأتي في علبة داخل كيس داخل صندوق من الورق المقوى المغطى بالبلاستيك. من الأفضل أن يكون تخفيف الحساسية يستحق ذلك. والأسوأ من ذلك هو هذه الحزمة التي تم طلبها من مستحضرات التجميل من سيفورا. يوجد في هذا الصندوق الكبير حزمة كبيرة من ورق التغليف وأغلفة الفقاعات، كل ذلك من أجل حماية حاوية المكياج المفردة الصغيرة التي يبلغ حجمها 0.05 أونصة. لا يمكن لأي قدر من المكياج إخفاء الهدر السخيف للموارد المعروض هنا. قائمة ماكدونالدز هذه التي شاركها غاس جونسون على تويتر هو تصميم أسوأ بكثير. كل دقيقة أو نحو ذلك تتحول جميع شاشات القائمة إلى إعلان، مما يعني أنه يتعين عليك الجلوس من خلال إعلان للحصول على امتياز منح ماكدونالدز أموالك. صممه الشيطان نفسه، لا يسعني إلا أن أفترض. والأسوأ من ذلك هو الإعلانات المزيفة التي تثير الغضب للألعاب التي ربما تكون قد صادفتها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. عادة سينبثق إعلان مثل هذا، يعرض لك لعبة مثيرة للاهتمام ومنتجة جيدا ومرضية، ويمكنك تنزيلها بنقرة واحدة فقط. يبدو الأمر عادلا بما يكفي، ولكن إذا اتبعت الرابط إلى متجر تطبيقات بهاتفك فسيتضح أن اللعبة لا تشبه ما تم الإعلان عنه، وبدلا من ذلك فهي مجرد نسخة عامة من ألعاب الجواهر أو بناء المدن. في الكثير من الأحيان تكون الإعلانات مجرد رسوم مصممة بعناية لإغرائك، وعادة ما تكون مرتبطة بالكاد باللعبة الحقيقية أو بدون أي ارتباط. إنه لأمر مروع أن يتمكن الكثير من مطوري التطبيقات من الإفلات مع هذا التكتيك، وقد حان الوقت ليقف شخص ما ضدهم. لذا إذا واجهت هذه الإعلانات المضللة فلا تتردد في الحديث عنها في التعليقات أدناه. من المؤكد أن التضليل أمر مزعج، ولكن يمكن القول إن الخداع المتستر من قبل فندق تدفع مقابل الإقامة فيه هو أسوأ من ذلك بكثير. هذا بالضبط ما حدث لمستخدم ريديت توتالي أدراجون. ستقوم الثلاجة الصغيرة المزودة بالكمبيوتر في غرفة نومهم بالفندق بشحن حساب المقيم تلقائيا، ليس فقط عند أخذ عنصر ما، ولكن حتى لو تم نقله قليلا. يتم احتساب أي حركة تم اكتشافها على أنها عملية شراء، حتى خطأ. لذلك مع هذا النوع من الخداع آمل بالتأكيد عدم حدوث زلازل أثناء إقامتهم لجعل الأمور أسوأ. إذا أراد توتالي دراجون التخلص من مخاطر فرض رسوم غير عادلة، فسيتعين عليه دفع رسوم إزالة قدرها 15 يورو. بعد كل هذا الهراء ربما كانوا بحاجة إلى مشروب قوي من الميني بار على أي حال. عندما تذهب لإلغاء الاشتراك في خدمة لا تعجبك، فإن آخر شيء تحتاج إليه هو الشعور بالذنب حيال ذلك. لكن الكثير من الشركات تستخدم هذا التكتيك لمحاولة التلاعب بك للبقاء، مثل موقع لينكس الإخباري هذا الذي يجبرك على قتل بطريق لينكس الباكي لإلغاء الاشتراك، أو هذا الذي يدعوك مباشرة أحمق. إنها خطوة جريئة، سأقول ذلك حقا، لكنها ليست أفضل طريقة لمخاطبة العملاء. يمكن العثور على مثال مخادع في هذا النص غير المرغوب فيه لحدث كوميدي تدعي أنه لإلغاء الاشتراك، ما عليك سوى الرد بكلمة ستوب. ما هو غير واضح مع ذلك هو أن أو في ستوب هو في الواقع رقم صفر،
إن احتمالية أن يكتشف الشخص العادي ذلك ويلغي الاشتراك بنجاح هو احتمال ضئيل حقا، وهذا بالضبط ما يعتمدون عليه. تأتي المحاولة الأكثر خداعا لمنعك من إلغاء الاشتراك من موقع الويب الخاص بعلاج تساقط الشعر الخاص بكيبس. تمت برمجة صفحة تعديل الاشتراك الخاصة بهم على وجه التحديد، بحيث أنه كلما حركت الماوس فوق زر إلغاء الاشتراك فإنه يحرك الشاشة قبل أن تتمكن من النقر فوقها. لحسن الحظ فإن النقر على زر تاب عدة مرات سيعمل كحل بديل، ولكن لا يزال من المخادع للغاية برمجة شيء كهذا عن قصد. يعد جعل إلغاء الاشتراك أمرا صعبا، لكن اتفاقية ترخيص فيراري هذه تضع صعوبة في التسجيل. كسر ختم المجلد يعني الموافقة على الشروط التي لا يمكنك قراءتها فعليا دون كسر الختم، ونظرا لتوفر المستندات من الناحية الفنية في بعض الأركان الغامضة من موقع ويب فيراري يعد هذا قانونيا من الناحية الفنية، وهذا أسوأ نوع من القانون. لا يمكن أن يكون الأمر أكثر وقاحة من التربص بخريجي المدارس الثانوية القلقين لمعرفة ما إذا كان قد تم قبولهم في الكلية التي اختاروها، لكن هذا لم يمنع كلية بروفيدنس من إرسال بريد إلكتروني يحتوي على عنوان مضلل للغاية الرد على قبول طلبك في الكلية. في الواقع لم يكن البريد الإلكتروني أكثر من مجرد إعلان لإحدى مقالات موقع الويب الخاص بهم. كان المرسلون يعرفون جيدا أن الطلاب سيرون الإيميل ويفتحونه على الفور، لكنهم سيصابون بخيبة أمل، كما لو أن ديون الطلاب التي سيبدأون في تجميعها قريبا لم تكن سيئة بما يكفي. لا يقتصر الأمر على مجرد خداع طلاب ثانويين متخرجين، يستهدف كتاب الملصقات المخادع هذا الأطفال الأصغر سنا بدعوى احتوائه على 1001 من ملصقات أميرات ديزني. ومع ذلك فإن فتحه يكشف الحقيقة المزعجة، من بين تلك الملصقات 1001 768 منها عبارة عن مربعات صغيرة ملونة. هيا يا ديزني، أنا متأكد من أن الأطفال سيكونون سعداء ب 233 ملصق ديزني، لماذا يجب إخبارهم الأكاذيب؟ في بعض الأحيان ينتقل التصميم السيء بثقة كبيرة إلى منطقة الاحتيال، كما هو الحال مع ما يسمى بمبيد الحشرات المدرج في أمازون إنديا. يدعون أنها تردع الحشرات والقوارض باستخدام الموجات فوق الصوتية، ولكن عندما فتحها المشترون كانت قصة أخرى تماما. سرعان ما أدركوا أن لوحة الدائرات الداخلية تعمل فقط لإضاءة مصابيح LED في مقدمة الجهاز. لم يكن هناك أي باعث صوتي من أي نوع، بمعنى أن الأمر برمته كان أكثر قليلا من مجرد زخرفة شجرة عيد الميلاد باهظة الثمن. إذا كنت تخدع الأشخاص الذين لديهم بالفعل مشكلة مع القوارض، فيجب عليك أن تسأل نفسك من هو الجرذ الحقيقي. بالاستمرار في موضوع التصميم الاحتيالي، لن يصبح الأمر أسوأ من هذا بكثير. هذا النوع من الأجهزة عبارة عن كاشطة للبطاقات ويمكن العثور عليها أحيانا موضوعة فوق فتحات بطاقة الصراف الآلي، يسرق معلومات بطاقتك مما يسمح لمن يضعها هناك بالوصول الكامل إلى أموالك. لتجنب الوقوع في فخ، قم بهز فتحة البطاقة جيدا وبقوة قبل أن تحاول سحب النقود. إذا خرجت من موضعها فاتصل برقم البنك، يمكنك حفظ حسابات بنكية أكثر من مجرد حسابك الخاص. ومع ذلك ليست كل التصاميم السيئة شريرة، البعض منها غبي بشكل مضحك، مثل هذه اللوحة التذكارية للحرب العالمية الثانية على سبيل المثال. إما أن المصمم لم يكن يعرف الأرقام الرومانية، أو أننا لم ننتبه جميعا في فصل التاريخ. كانت الحرب العالمية المفضلة لدي هي رقم 5، لكنني سمعت أنها أصبحت سيئة بعد الرقم 9. إذا كنت تعتقد أن هناك حدا لمدى وقاحة مطوري التطبيقات، ففكر مرة أخرى. بدأ العديد من المطورين الذين يحرصون على تمكين المستخدمين من تشغيل تطبيقاتهم بانتظام في إضافة رموز إشعارات مزيفة إلى أيقونات تطبيقاتهم. هذا سيء جدا، لكنني سأراهن أنه يعمل في المرات القليلة الأولى. اتخذت تطبيقات أخرى الكذب المباشر على مستخدميها في شكل إشعارات زائفة مثل هذا: آسف يا هوبر، ولكن الإشعار الكاذب ليس سببا وجيها لإثارة عملائك بشكل خاص من خلال صفقات أفضل مما قد تقدمه لهم على الإطلاق. يتجاوز التصميم المخادع التطبيقات، وأحيانا يمكن أن يكون الهاتف نفسه عملية احتيال كبيرة. تدعي بعض الهواتف الذكية الرخيصة والمقلدة أنها تتميز بأجهزة مسح بصمات الأصابع، والتي في الواقع
هي نقاط جمالية بحتة. يكشف إزالة الغلاف أنه لا يوجد حقا ما يشغل هذه الوظيفة. أعتقد أنك تحصل على مقابل ما تدفعه. إذا كان هاتفك مزودا بماسح ضوئي حقيقي لبصمات الأصابع، فمن الأفضل تجنب تطبيقات مثل هذا بأي ثمن. إليكم السبب. تهرب المطور من رادار ضمان الجودة من أبل عن طريق تحميل تطبيق تتبع نظام غذائي وظيفي بشكل معقول إلى أب ستور، ولكن بعد حشد بعض المستخدمين قاموا بتعديل التطبيق ليشمل التعرف على بصمات الأصابع بدعوى أنه سيتم استخدامه لتخصيص بيانات المستخدم. لكن في اللحظة التي مسح فيها المستخدم بصمة إصبعه حدث هذا. هذا صحيح، حاول التطبيق تحصيل ما يقرب من $100 من حساب المستخدم. لحسن الحظ هذه المرة لم يكن الحساب مرتبطا بالكامل بالبطاقة المصرفية للمستخدم، ولكن من السهل جدا أن يتم ذلك. لحسن الحظ تمت إزالة التطبيق الآن من المتجر، ولكن هناك عدد لا يحصى من التطبيقات الأخرى في انتظار الاحتيال عليك باستخدام موافقة بصمة الإصبع الخاصة بك. إذا كنت تشعر بعد كل ذلك برمي هاتفك في المرحاض في حالة من الإحباط، فمن الأفضل تجنب هذا الحمام في مطار تورنتو بيرسون اعتمادا على مجموعة اللافتات التي تتبعها. يمكن أن يقابل دخولك بالكثير من الصراخ. إذا نجحت في دخول المراحيض فقد تصادف شيئا يشبه هذا. بينما يبدو أن كلبا ما قد خلط بين وقت المرحاض ووقت العشاء، فمن المفترض في الواقع أن يكون إعلانا عن كعكات القمع والتي يتم بيعها في السوق، ولكن مع تعليق هذا العرض الترويجي السيء أعلى سأتفاجأ إذا باعوا أيا منها على الإطلاق. فيما يتعلق بموضوع التصميمات غير المريحة، فإنها لا تصبح أكثر جحيما من غطاء مفتاح الإضاءة البشع هذا، مصنوعة من طين البوليمير ودهانات الأكريليك والورنيش اللامع من مورغان ميوتيشنز. ستضمن هذه الفظائع غير المألوفة الكوابيس كلما أطفأت الأنوار، هذا طبعا إذا كنت تستطيع تحمل لمس المفتاح على الإطلاق، خاصة مع تلك الأسنان الواقعية للغاية والعينين واللسان. كما لو أن طبيب الأسنان لم يكن بالفعل مزعجا بدرجة كافية، قرر هذا الشخص تعليق ضرس للأطفال فقط مع الأسنان الواقعية للغاية والوجه المتجعد والفم الأحمر كالدم، فهذا ليس مريحا بقدر ما هو تحذير. نظفوا أسنانكم يا أطفال أو سآتي لآخذها لمجموعة الشخصية. إذا كنت تشعر ببعض القلق بعد الصورة الأخيرة، فلماذا لا تهدأ بقلم وحيد قرن لطيف وبريء؟ لسوء الحظ لن يدوم هدوءك طويلا إذا اشتريت هذا القلم، لأنه على الرغم من أنه يكلف $5 فإن كمية الحبر بالداخل تكفي بالكاد لكتابة جملة. يمكن أن يتميز تغليف المواد الغذائية ببعض من أكثر حيل التصميم خداعا على الإطلاق. خذ هذا الباتيه اللذيذ على سبيل المثال، والذي يبدو أنه حصة بحجم مثالي لحفل عشائك القادم، حتى تزيل غلاف الكرتون وترى ما كان يختبئ، مقسم إلى رزمتين أصغر حجما، الشيء الحقيقي أصغر بمقدار الثلث تقريبا مما يبدو عليه في البداية. وهذه البيتزا أسوأ، إخفاء عجينة كبيرة الحجم خلف العبوة في محاولة لخفض التكاليف، وهذا أسوأ مع 3 قطع من البيبروني، على الرغم من أنه لكي نكون منصفين لا يمكنك تسميتها بالإعلان الكذب. ما تراه هو حرفيا ما تحصل عليه. بعض التصميمات الرهيبة هي في الحقيقة مجرد مسألة بناء سيء التخطيط، مثل ممر الدراجات الوعرة بشكل مفرط في المجر. على الرغم من الشكل الذي قد يبدو عليه الأمر، فإن الحكومة المجرية ليس لديها ثأر من راكبي الدراجات. المطبات هي في الواقع منحدرات تؤدي إلى مداخل المنازل على جانب الطريق، ومع ذلك من الأفضل أن تتأكد من أنك لا تحمل أي صودا غازية إذا قمت بجولة في هذا المسار، فقد ينتهي بك الأمر في موقف ملتصق للغاية. ولكن عندما يتعلق الأمر بخيارات تصميم البناء الرهيبة، فمن الصعب إخفاء مرحاض خلف جدار زجاجي. التأثير في الزجاج لا يفعل شيئا لإبقائك بعيدا عن الأنظار خلال لحظاتك الأكثر ضعفا، ويبدو أن الرجل في هذه الصورة قد رصدنا، لذا فلنخرج من هنا ونعود إلى أرض التصميم الأنيق والجميل. آه هذا أفضل. هل واجهت أي خيارات تصميم فظيعة بشكل لا يصدق؟ أخبرني بقصصك في التعليقات أدنى، وإذا كان تعليقك مروحا بدرجة كافية فقد أعرضه في فيديو مستقبلي. شكرا للمشاهدة.